اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ناس يعني اختارت احلى من احلى الاهداف اللي انت جبتها. انت بالنسبه لك احلى هدف انت جبته؟ يعني عارف ان انت صعب تختار واحد، ممكن تختار لي اثنين او ثلاثه. في اهداف كتيره يا كابتن، يعني في بس طبعا الهدف اللي بيبقى في نهائي بطوله زي بطوله افريقيا بيبقى حاجه. لا وبعدين ده مش هدف، ده حلويات. هدف حلويات اهو. ايوه يا كابتن. جابهولك على طول. يعني شايف ان ده وفرادس كمان يا كابتن. فرادس لا، واللي ترقص ترقص خد تشميسه حلوه الحقيقه لطيفه. سيد حمدي هو اللي شال الموضوع. ها المخرج راح له، المخرج راح لسيد بس. خلاص اتكتبت في التاريخ. بيفكرك بايه الجون ده يا وليد؟ لا الجون ده يا كابتن يعني كانت احداثه قبلها. انت رقصت الجون يا وليد وانت بت هو لعب على دي يا كابتن. مين؟ الجول بن شرفيه. لعب على دي. لعب على ايه؟ لعب ان هو بيطمعني في الزاويه اللي هو عايزها فيها. فموسحها لك سنه. روح انا حطيته تحت رجله اللي سبتت، يعني لو تشوفه قعد، يعني بص يا كابتن لو ركزت معاه بص وقعد خلاص. هو مستني عايز ياخد في اللي هي الزاويه اللي هناك دي. انا حطيته تحتيه. حتى اكرامي بعد الماتش قال لي انت في الحته دي وبتعمل كده؟ قلت له انا والله بجد يا كابتن لما انا عدلت وخلاص بعد الجسمي عينيا جت على الجول رحت حاططها تحتيه، يعني انا فعلا كنت هحط هناك. يعني انت بصيت. انا وانا بعدل. انا بعدل. بص انت كده اهو رحت. انا بعدل عشان احط في الزاويه اللي هو عايزها. بص انا بص في لحظه بصيت صح. بس رحت حاطط تحت رجله. يعني تغيرت ساعتها. لا اعصاب من حديد بصراحه. يعني قلت ربنا. يعني هو طبعا راح جنوب افريقيا. من تونس راح جنوب افريقيا. نتمنى ان احنا نشوف الاهداف دي خلال الفتره اللي جايه، وانا متاكد ان شاء الله ان احنا هنشوف اهداف جميله من وليد سليمان خلال الفتره القادمه. قبل بس ما اروح